مساء الخير على كل متابعي الوطن لايف في كل مكان. معكم رهام مصطفى من داخل محافظة الدقهلية. كما ترون عسى المتابعين افتتحت جامعة المنصورة معرض الكتاب 13 في المكتبة المركزية. شايفين إقبال كبير جدا جدا وزحام كثيف من قبل الطلاب هنا داخل المكتبة المركزية، بالإضافة أيضا إلى وجود رحلات مدرسية داخل المكتبة المركزية بجامعة المنصورة، والتي طبعا بتحرص المدارس على أن الطلاب يأتون إلى المكتبة المركزية بجامعة المنصورة كل سنة أو كل فترة علشان كنوع من التثقيف ورؤية المكتبة ورؤية المزيد من الثقافات المختلفة. شايفين حضراتكم الإقبال والزحام داخل المكتبة المركزية. يعني طبعا جامعة المنصورة دائما وأبدا السباقة في الارتقاء في الثقافات المختلفة، ومن ضمنها طبعا معرض الكتاب. وزي ما قلت لحضراتكم ده المعرض 13 الذي تقوم جامعة المنصورة بافتتاحه. طبعا تنظمه زي ما قلت لحضراتكم هنا المكتبة المركزية بالجامعة، وتحت إشراف ورعاية تامة من قبل الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة. طبعا كان قال في تصريحات صحفية بأنه معرض الكتاب هو أحد أهم سبل الارتقاء بالبحث العلمي، والذي أيضا يساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعة. وعاوز أقول لحضراتكم كمان أنه المعرض بيضم أكثر من 100,000 كتاب في جامعة المنصورة. كذلك يوجد أيضا العديد من الفعاليات المختلفة هنا في المكتبة المركزية بالجامعة. وأيضا بتضم مجموعة من الأنشطة وورش العمل المختلفة، طبعا ذلك بمشاركة 6 مراكز جامعية، وهي مركز تطوير الأداء الجامعي، ومركز تكنولوجيا التعليم، ومركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وكذلك مركز رعاية وتنمية الطفولة، ومركز التطوير المهني. دي طبعا هذه المراكز الجامعية المشاركة أيضا في معرض الكتاب المقام هنا بجامعة المنصورة. بالإضافة أيضا بمشاركة 33 دور نشر، بتضم 7 دور نشر حكومية، ومن ضمنها طبعا مؤسسة الأهرام وأخبار اليوم ودار المعارف بالمنصورة ودار الهلال والهيئة العامة لقصور الثقافة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والأوقاف. بالإضافة أيضا إلى وجود 15 دار نشر ثقافية و11 دار نشر أكاديمية. وعايزة أقول لحضراتكم إن أسعار الكتب هنا فيها أو عليها تخفيضات بتصل من 20% حتى 25%. أعزائي متابعي الوطن لايف في كل مكان، كنا مع حضراتكم في جولة داخل المكتبة المركزية وافتتاح معرض الكتاب من قبل جامعة المنصورة، المعرض 13، وتخفيضات على أسعار الكتب التي تصل من 20% حتى 25%، وإقبال وزحام كبير من قبل الطلاب و يعني العاملين حتى كذلك هنا بجامعة المنصورة على هذا المعرض، بالإضافة إلى وجود الرحلات المدرسية هنا داخل المكتبة لشراء الكتب. أعزائي المتابعين انتظرونا في تغطيات مستمرة ولايفات مختلفة من داخل محافظة الدقهلية. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع.